الشهداء من قادتنا المعنويين. تم تدريبهم على السلاح ويجبر على القتال تحت تهديد زايد على المرأة، وانه اليوم انت لازم ما تطلعين، واليوم انت لازم ما تكونين، وهذا مكان الرجلات بالعكس. تنظيم الارهاب الا تستخدمها بشكل منهكي او وعدت تحدث دوافع تجنيد الاطفال في معظم النزاعات المسلحه. تكون مؤدبه من بيت امه، ماشي؟ لما تكون محترم محترم. صح. اي الفرائض المحكمات للرجل مثله حتى الانثيين. احنا لما نجي على الدين، الدين اكثر دين هو الدين الاسلامي اللي انطى المراه حقوقها. يعني الدين الاسلام انه لازم تروح تشتغل وتروح وترجع بحشمتها. شارك في كثير من الاحزاب والعدوانية وتدمير آدمية المرأة وإنسانيتها. ينام دور المرأة ويبتعد، حيث هناك أفكار وتقاليد متجذرة على المرأة بحقوقها وواجباتها بالطرف وجعل الآخر في هذه الحقوق بالطرف الثاني. المشاكل اللا أخلاقية، المشاكل الإعلام، هذه قامت حال المرأة، يا ريت يعني. ضد المرأة نفسها تعتبر أحد القوامل الرئيسية للمرأة والأفعال الفردية والجماعية تجاه المرأة، والتي ألحقت بها ضررا كبيرا وقلل من شأنها، وقد عدم احترام المرأة وتقديرها واستصغارها فتجعله يتعامل أنه ما بي عنف، لا العنف موجود اليوم. إذا أحسن دير الزور من طرف وطرف، وثلاث أرباع النساء مع المشاهدات.